هلا فصار لازم ننتقل لنحكي عن مهنة في إلها من العراقة، يعني الباع الطويل، مهنة الحلاقة الرجالية، يلي بدمشق الحلاق الرجالي عنده أكثر من كاركتر، هو الطبيب، هو الصديق، إضافة لأنه هو الحلاق. صحيح، ومع التقدم وتطور التكنولوجي توسعت هالمهنة وأصبحت صالونات الحلاقة تعج بالمعدات والتطور التكنولوجي من آلات الكرياتين للتسبيل لحمامات الزيت وإلى ما هنالك. خلونا نستقبل سوا ضيفنا بالاستوديو، مصفف ومزين الشعر ديمتري سعد. مساء الخير ديمتري. هلا سعد، أهلا وسهلا فيك، نورتنا. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. بداية، إذا بدنا نحكي عن مهنة، عن هاي المهنة، المهنة العريقة، مثل ما بنعرف بقديم الزمان كان الحلاق أشبه بطبيب يقوم بعمليات العلاج وطبعا المداوات والحلاقة أيضا. طبعا طبعا. اليوم قديش اختلفت يعني هاي المهنة من هداك الوقت لليوم؟ كتير، بدك تقعد كتير، أنا صار ما عاد في قلع دراس أول شغلة، ما عاد في عندك شغلات. هلا الصالونات أيام زمان كان معروف هو عبارة عن شخص بالحارة فاتح الكرسي الصغير حاطط يتسلى، دكتور بيعطي معالجات، بيعطي أمور تانية. هلا نحن انحصرنا بمبدأ صغير هو الحلاقة. هلا الحلاقة بشكل عام يعني هي معروفة شو هي، ما فينا نتوسع بمراحلها زيادة لأنه شيء بسيط، ما في شيء يعني مهنة بسيطة جدا. بالقديم يمكن كان حلاق وعطار، الحلاق والعطار اجباري، العطار يعني نحن ما فينا نفوت، انه هي صرنا مصلحه ثانيه يعني هي لازم نرجع لايام الستينات لحتى نعرف شو هي قصه العطار مع الحلاق بالذات. مكانه الحلاق يمكن كمان تغيرت، قبل كان طبيب الحاره، كان حكيم الحاره. حكيم الحاره صحيح طبعا، لانه هو دائما عنده بيت الاسرار موجود بالحلاق، عنده العطار كمان بيت الاسرار المخفي. هذا كليا عن هذا الاساس كليا بهذا المجال، وهيك يعني هو الحكيم. اما هلا ما عاد نعرف شو بغانوا يقولوا لنا هلا بهذا الوقت، هلا اللي نحن ماشيين فيه شو الخلاصه تبعت اسمائنا ما عرفنا، اكيد ما عندنا حكمه. تمام. يعني السؤال هلا ديمتري، انه بعد بصالون الحلاق في سيار وقصص مثل زمان او خلص وقفتوهم؟ لا طبعا هي مستمره، بس هلا عكست عن الزمن السابق. يعني هلا الزمن السابق كانوا يحكوا عنتر وعبله وقصص وعنتر وليلى، هلا صار الزبون انت بدك تقدري تاخذي منه، هو اللي بده يجي يحكي لك همومه، مشاكله، الترتيب الخارجي تبع حياته. لانه صفيان يعني هلا الشخص جاي عم بينفض، مو بس شكله الخارجي، عم بينفض داخليته لبرا لعندك. يعني بيصير يعطيكي كل شيء انت صفيانه يعني، فانت بدك تكوني الاسفنجه وتسحبي وتعرفي هالاسرار كلياتها الموجوده وتطمريها بطي النسيان، وبتقدري تحكي له شويه تفاصيل عن شويه مناسبات. اكيد انتوا انه هلا صفيانه شغله الاسئله على المنتجات الكثيره الموجوده بمصلحتنا، مو على انه يعني فارس بيكون في جمعه بالصالون احيانا بيأثر سر حرص يعني كان صار صالون متنفس للزبون كمان، بيجي بيبوح بيبوح يعني في عندك يعني ايام بتنباع وبتشترى سياره او بيت عندك على الكرسي يعني متواجده هي. فهي الشغلات كثير. بعدين الحلاق مكان الاصدقاء بالمخفي عن الاصدقاء نفس المكان اللي بيجتمعوا فيه. صحيح. يعني ايام بدك تلاقي جاي كوبل مثلا ثلاث اربع شباب عم يشتغلوا نفس الوقت، وفجاه بتلاقي شخص واحد جاي بوقت لحاله. صحيح. بس حتى لو كانوا جايين كوبل، صدقيني في زاويه من الزوايا بيلتهوا عن هذا الشخص لحتى يبوح سره. عرفتي كيف؟ يا اما بقى هو حابب انه الشباب يشتغلوا فيه بطريقه ثانيه. ديمتري، شو اهم صفه اليوم واجب توفرها بالحلاق؟ هل هو الصبر على الزبون؟ بتعرف في زبون ممكن يعيدك تحديدة الدقن في 10 مرات او تصفيفة الشعر، هل الصبر هي اهم صفة لازم؟ هلا هي الصبر هي بالنسبة الاولى لازم تكون موجودة عندنا، لانه نحن مو بس على مبدأ اعادة. هي على مبدأ انه انا ابني لازم يكون كريستيانو رونالدو، فانت لازم تطلع لي اياه مثله. فهو صدقني يعني ما بتقدر تعمل موديل اللي بيعمله محمد صلاح لكريستيانو رونالدو، لانه هي القصة صدقني نهائيا. فإجباري لازم تعد مو من الواحد للعشرة، بدك تعد من الواحد للخمسين، وخصوصي بهذا المجال تبعنا. هلأ غير الصبر، سبق وقلنا لازم تكون اسفنجة تبيد أسرار، لأنه كل شخص لما يجي يحكي فهو بيجي بيحكي لك عن مشاكله الخاصة اليومية الموجودة ببيته، بمكان عمله، بمكان أموره، فهو جاي عم يبوح أو فشت خلق. فكمان لازم انت تسحب هاي المعلومات كلها وتضلك جواتك، تضل خصوصيه وسريه طبعا داخل إجباري. هذا المكان اجباري يعني. وبعدين بتبلش بالمسار اللائق والقصص كلها الموجوده، نظافه المكان، النظافه النفسيه والشخصيه على
الشاب اللي لازم يقدمها، لانه هي الشغلات كلها اجباري بتعكس عن مكان العمل او مكان الصالون او مكان الترتيب كلها. وربطا بالصبر ديمتري، خلينا نقول يعني شو بصير وقت بيكون الزبون هو طفل صغير؟ يعني خاصة أنا بخبرني فارس أنه هو بياخد أولاد أخته دايماً لحتى يحلق لونه وبتصير أساس كتير. هلا بالنسبة لأولاد أخته يعني أنا ما فيني أي تقويم أعطيك إياه نهائياً، يعني هي من أسرار الحلاق. واحد ظريف. هلا في واحد آدمي بس الثاني شرير لخاله، عرفتي شو القصة؟ بس في عندك هلا نحن ما عندنا مشكلة بهدوء الطفل أو بحركته أو بضوجانه، عندنا قد البكاء. في شيء عنا نحن لازم الأهل يفكروا فيه، إنه نحن ما لازم نخوف ابننا إنه بكرة لما نروح لعند الحلاق إذا تحركت بيقص لك إذنك، فأنت عم تعملي فوبيا للولد. صحيح. فأنت الولد لما عم بيقعد فهو عم بيقعد عم بيرجف قدام المراية إنه هلا بعد شوي رح يقص لي إذني. فأنت يعني خايف من الحلاق ومن المقص، خايف يعني هو ما بيعرف شو خايف من الشخص أو من مكان المقص أو من صوت المكنة أو من أي ترتيب إن كان، بس هو خايف. يعني أنت ما بتقدري لأنه في عندك أطفال ما بيقدروا يفوكسوا إنه هذا، فنحن بنلجأ إنه شيء أكلة طيبة، شيء بسكوتة، شيء أسلوب معين لتقدري تجذبي هذا الطفل. تمام. كيف؟ بس بنفس الوقت هي مكان الخوف تبع الأهل، نروح عند الدكتور نعطيك إبرة، نروح عند الحلاق نقص لك ابنك، نروح عند الكذا، عرفتي؟ فهذا الشيء هذا اللي بزرع هاي الفكره وهي الفوبيا. هاي الفوبيا الموجودة. رح نتابع حديثنا معك ديمتري، لكن خلونا نروح ونشوف هالتقرير حول مهنه الحلاقه والحداثه اللي طرقت عليها، منتابع سوا. الاعتناء بالمظهر والحرص على الاناقه والترتيب أمور شكلت هاجس كبير عند الكثير من البشر من زمان، وتعد حلاقة الرجال من أقدم المهن يلي امتهن الإنسان، ومهنة إلها قواعد وأسس وطقوس. بالعصر الحديث ارتفعت الحاجة لهي المهنة وصارت مطلب ملح، خصوصاً مع تطور والتقدم التكنولوجي يلي وفر أنواع المعدات ومستحضرات التجميل من كافة المناشئ. صالون الحلاق اللي كان بالسابق دكان تفوح منه رائحة الأعشاب والنباتات العطرية صار اليوم بعج بالتكنولوجيا والعدة المتطورة يلي بتقوم بعدة أعمال لجعل الزبون بيطلع راضي وسعيد بشكله الجميل. ماكينة الحلاقة اليدوية، المشط، شفرة ومقص الحلاقة وقشاط الجلد لشحذ الموس كانت كافية لفتح صالون حلاقة بيستقطب زبائن من كافة الأطياف، أما اليوم ما رح يقصده أي رجل إذا ما كان عنده ماكينات ومعدات كهربائية للتسبيل والتنشيف والمساج والبخار. لكن السؤال هون، هل لمسات التطور والحداثة هي آمنة ومفيدة؟ متابعين معكم مشاهدينا، وبهالموضوع يلي هو شوي استثنائي عم نحكي فيه عن شيء اجتماعي بهم الشباب مع ضيفنا ديمتري. هلا حنكمل معك وننتقل لقصه ثانيه بالنسبه للحلاقه اللي هي قد ايه هلا هالمهنه هي مصدر جيد للدخل. هلا هيك عم تضربينا بحجر كثير كبير على فكره، يعني بتفكرونا؟ لا انا عم بسالك، انا بدي اعرف. هلا الحلاقه كانت بالقديم مدخولها جيد جدا، بس هلا نحن عم نمشي بتيار البلد كلها تماشي باساسيته هي غلاء الاسعار. فانت بنفس الوقت انت عم تشتري المواد من برا، اي شو ما كان يكون الماده، فانت عم تشتريها كل يوم بسعر جديد، عرفتي كيف؟ وانت مدخولك هو واحد، اذا رفعتيه انت في عندك رقابه بتحاسبك، عرفتي شو القصه؟ واذا ما رفعتيه فانت مظلومه، عرفتي شو القصه؟ وزباين بفلوا يمكن. هلا في عندك نسبة انه بفل، مع انه في عندك زباين بيجوا بيقولوا لك انه انت لازم ترفعي، فانت ما في يعني مو كل اطياف المجتمع انت قدرانه تمشي بالغلاء، عرفت شو قصدي؟ يعني مثلا بيقول لك انا كنت مدخن لنفترض هذا النوع من التدخين، قلبت على هذا النوع لوفر ال 100 ليره او لوفر ال 500 ليره. هلا اذا بدك تيجي تقولي له بدك ترفع 500 ليره او بدك ترفعي 200 ليره فهو ما عاد يحل اشعاراته، خلص فتراجع، قل الشغل، قل كذا، بعدين هلا المنافسة كثرت كثير وصار الشاطر بس بده يسحب زبون الثاني مثل ما بيقولوا، الشاطر اللي صار بده يعطي منتج غير. فبهذا الشيء بالاساس يعني انا بنظري انه كانت قبل الازمة اللي مرقت على البلد انه هي كانت مدخولها جيد جدا، اما هلا فانت عم تشتغلي
يعني للمعارف مو أكثر مع أنه يمكن زاد التكاليف أيضا المواد اللي شفناها بالتقرير اللي هي المواد الحديثة اللي دخلت على المهنة من الكرياتين للتسبيل لحمامات الزيت للماسكات والكريمات إضافة للمعدات أيضا. قديش ساعدت اليوم هي المعدات والتكنولوجيا مهنة الحلاقين، وهل هي آمنة بالمطلق بشكل عام قبل ما نفوت بكل مادة على حدة؟ هلأ هي في عندك أنت لما المعدات الجديدة كلها اللي طلعت هالبلد والتكنولوجيا وخصوصي هلأ في شغلات صارت، هلأ هي ترتيبها عند الحلاق النسواني أكثر من الحلاق الرجالي، بس كمان الرجال بيستفادوا منها بأمور معينة. هلأ أنت بالزمان بدل ما كان شعرك ياخد معنا نص ساعة سيشوار صار ياخد معنا ربع ساعة لأنه نحن قدرنا نعمله ليس أو نعمله تسبيل أو نعمله أي منتج تاني، أو مبدأ البلسم حطينا بلسم قبل الحمام وبالحمام حتى يعطينا هذا الشيء. هلا هي سهلت بامور كثيره، بس كمان بنفس الوقت انت كثره الاصناف وكل شخص بيجي بده صنف معين، فانت اجباري لازم تكون متواجد عندك كل هذا النوع. يعني على مبدا الشامبو الشخص بيطلب منك هيد اند شولدر، شاب بيطلب صانسيل، شاب بيطلب، يعني في انت عندك اكثر من خيار موسع. كنا بالاول على خيارات معينه انه نشتري كيس جيل او علبه هامول صغيره، هلا صار في عندك لا يعني صار في انواع عديده انواع الانيغانس، يعني ما عاد فيك صار في تنوع بحر كبير بالسوق. اي طبعا، يعني كنا بالاول على شغلتين هلا صار في عندك 16 شخص وكل نوع في عندك نسبه وتناسب كمان. يعني في انت عندك ثلاث الوان مثلا، الاحمر قوي جدا، الازرق وسط، الاخضر ضعيف، فكمان بدك تلحقي بهذا المنتج، فانت وين بدك تجيبي لتجيبي، يعني صار انت عندك مستودع لحتى تقدر تغطي مجمل واحد. طب وهي المنتجات قد ايه هي آمنة؟ يعني عم نقرأ دراسات وعم نشوف احيانا حالات لاشخاص تضرروا يعني من استخدام بعض المنتجات، فنحن كيف بدنا نحكم على المنتج فعلا هو آمن او لا؟ هلا حسب المنتج وحسب طريقة الاستعمال وحسب طريقة الشغل. هلا هي في عنا نحن كثير متعديين على المصلحة اللي فاتوا عليها بحكم انه هي منسوب المربوح المربح تبعها قوي، فهذا اللي عم بيفوت متعدي على هي المصلحة، أي مادة بيلعب فيها أو بيقدر يستعملها لشخص معين فتأكدي في نسبة ضرر 60%. إنه نحنا في عنا يعني في طريقة لحتى تقدريها، يعني كمان مثل ما بيقولوا طلعت الدرجة درجة درجة مو ودرجة وعشرة، يعني ما فينا نحنا نحط المادة نطلس الشعر المشط، ما يعني هي جدا صعبة. يعني بغياب الرقابة مثلا بهذا المكان لما عم تقول انه اي حدا عم يطمع بالاجر المادي فعم يدخل على المهنة، ما منفضل المواد الطبيعية اكثر؟ يعني بنقول ان هي بتبقى اسلم مثلا. المواد الطبيعية غالية وغير متوفرة عنا بالبلد، هي المشكلة الاساسية نحن اللي دائما عم ناكلها. يعني تمام، يعني هي المستحضرات المكونات الطبيعية بالمطلق هي ما انا متوفرة حاليا، وان توفرت فبتكون اسعارها غالية جدا، عرفتي كيف؟ فانت لما بدك تيجي تتعاملي فيها مع هذا الشخص او مع الزبون فبيقول لك لا هي تكلفتها عالية، في عندك هذا الشيء ارخص، معلش استعمل لي الارخص، عرفت شو القصة؟ يعني حتى لهي المستوى المتدني عنا بالامور. نحن دائما اي مستحضر كيميائي بيدخل على البشرة او على الشعر واجبنا نحذر منه، بالنهاية مواد كيميائية أكيد في الاضرار، ونقرا بين حين والاخر دراسات وحوادث ايضا العلاقة باستخدام هي المواد. نهاية قبل ما نوضعك موضوع تنظيف البشرة، هو ايضا موضوع استحدث حديثا صرنا نشوفه عند الحلاق الرجالي، شو هو وكيف بيتم وامتى لازم يلجأ له الشخص؟ تنظيف البشرة هي عبارة عن نظافة شخصية قبل ما تكون أي نظافة طبعا. هلا هي عند خبراء التجميل ومراكز التجميل أو دكاترة التجميل أضبط ما تكون عنا كحلاقين. نحن ما فينا نقدم النتيجة اللي هي اللي الدكتور اللي بيعطيها. يعني نحن فينا نعتني ننظف نشيل الوسخ المتراكم، تجديد الخلايا، نقدر نعمل مساج مع شيء اسمه تنظيف البشرة، عرفت علي شو قصة؟ يتحرك الدم بالوش، يتحرك كل شيء بطريقه البشره، بس نحن اعطينا مجمل هي كلمه تنظيف البشره بحكم انه متداوله اسرع بهذا المجال، فهي هي القصه اللي نحن بتنصح بانه يكون هذا الشيء بعياده طبيه افضل ما يكون حدا مثلا ممكن هو يقدم خدمه سلبيه بهي الحاله. هلا طبعا حسب الحاله، هلا في عندك اشخاص مثلا معه لنفترض التهابات جلديه بدها تشخيص، نحن ما بنقدر، هي عند الدكتور شو قصة. بس كشي يومي مثلا انت عندك مناسبة طالعة على عرس حابة تعملي تقشير للوش بطريقة خفيفة مو بطريقة الدكاترة، عرفتي كيف؟ فنحن نقدر نقوم فيها.
هو بخوف شوي بموضوع التأشير إنه قد ايه ممكن إحنا نتجاوز ليفل معين. يعني في حالات كتير حتى لما ما بيسمع تماما شو بيقوله الطبيب ممكن تلاقي مثلا تنحرق البشرة. أكيد ما هي نحنا هي فكرة كتير رينج خطر يعني مندير بالنا منه، وخصوصي نحنا بنتعامل برجع بالليك نحنا بنتعامل لحد معين ما بنقدر نتجاوز هذا الحد. يعني حلو الإنسان يتعرف يعرف حجمه بطبيعة عمله أنه أنا ما بقدر أتجاوز، يعني أنا ما بدأ حبي أعصر ليها أو مثلا أشط ليها أو بالشفرة أو تعالوا لي أربطها بخيط وإبعها، عرفتي كيف؟ نحن هاي نحن ما عنا، يعني في شغلات أحدث أضبط ما بتأذي، عرفتي كيف؟ أضبط من أنه عنا شو نبعها بخيط وينزل دم أو حبة نعصرها تلتهب الوش، يعني هي مشاكل كتير نحن بنمرق فيها. تمام، نهاية النصايح هيك بتوجهها لكافة الشباب والرجال قبل ارتياد صالون حلاقة بشكل عام. بشكل عام هلا هي يفضل الانتباه من اي منتج يستعمل فيه ويكون اي انسان على علم بالشيء السيء فيه والشيء الواضح فيه، ويكون عنده كمان الزبون صبر على المكان الحلاقة او مكان الحلاق او الحلاق، لانه كمان الحلاق انسان بيقدر يعني يعطيك الشيء اللي بدك اياه، بس بنفس الوقت انت يكون معه انسان مريح، عرفت علي كيف؟ خلي ثقتك فيه قوية وثقتك بحالك، لأنه أنت لما تكون بدك تعمل هذا الستايل وبدك تعمل هذا الترتيب فهذا الشيء راجع لك لألك وراجع لحدة تاني. شكرا لألك مصفف ومزين الشعر ديمتري سعد على وقتك وعلى المعلومات القيمة اللي قدمت لنا. شكرا لألك.